يا ملك الدور وإله
حيل عن الحقيق الذي أتى من أجل خلاصنا متجسدا وتجسدا من الروح القدس وها من مريم العروس الطاهرة فحول حزننا وكل ذي صدع إلى فرح قلبي وبال الكل فلنسجد له ونرتد لأمه مريم الحمام الحسنى ونطلق بصف التاني القائلين السلام لك يا مريم أم عمانوري السلام لك يا مريم خلاص أبينا آدم السلام لك يا مريم أم الملجا السلام لك يا مريم تالي الحواء السلام لك يا مريم فرح الأكياس السلام لك يا مريم فرح أبينا بار سلام لك يا مريم العذراء الحقيقية السلام لك يا مريم خلاص نوح السلام لك يا مريم فردا سلاديا السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم السلام لك يا السلام لك يا مريم خلاص اصحى القديس السلام لك يا مريم أم القدوس السلام لك يا مريم تاني اليعقوب السلام لك يا مريم رضوات مضاعفة السلام لك يا مريم بغرية السلام لك يا مريم أم السيد السلام لك يا مريم كرازة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامة صموئيل السلام لك يا مريم فقر إسرائيل السلام لك يا مريم ثبت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجر الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك السلام لك يا مريم صديقة سليمان السلام لك يا مريم ربعة الصديقين السلام لك يا مريم فرس الشيا السلام لك يا مريم شفا أرميا السلام لك يا مريم علم حزقيا السلام لك يا مريم نعمة دانية السلام لك يا مريم قوة إلي السلام لك يا مريم نعمة إليشا السلام لك يا مريم والدة الإله السلام لك يا مريم أمي يسوع المسيح السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة السلام لك يا مريم أمي ابن الله السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصا رمية ممتلئة نعمة ما هي العصا إلا مريم
تقوى ولدت بغير مبادعة ابن العالي كلمة ذاتي في صلواتها وشفعتها افتح لنا يا رب باب الكنيسة فأسألك يا واحدة الإله اجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين فلنسألها يا مريم العذراء الزهراء مقدسة التي للبخور التي طلعت وعذارة من أصل رؤساء الأباء والأنبياء مثل عصا هارون الكاهن وطاقت ثمران لأنك ولدت الكلمة بغير زرع بشر وباتوا ليلتي بغير فساد فلهذا نمجد فيك والدة الإله